طبعا هاي صارت المصيبة بالموازنة. أنا أسأل سؤال، أنا عندي 12 وزير من الإطار، والإطار إطار يعني تلاحظ يعني مو مثل السوابق هسه الصراع مع التيار والقوى الشيعية ممزقة وكذا، وهي لا عندكم 12 وزير لبقية المكونات، وكل قانون يصاغ يصدر من مجلس الوزراء. وزراء. مجلس الوزراء الآن في حالة مناقشة المراجعة لقانون العفو العام. أنا من أطلع وأصيح لا يمكن أنه نناقشه ولا قانون ولا هاي، مو أنا عندي وزراء ليش يمرروها؟ أنا هاي كاتلتني الطرف الآخر أريد كذا، مو أنت هم عندك وزراء. هاي يا أنت عندك هاي يا دكتور أحسن. خالد هاي لاحظ بالموازنة زعيم يطب للبرلمان نعم. يسحب الموازنة وياخذها المكتبة، زعماء سياسيين يصادرون اللجنة المالية ويناقشون وتردون الشارع يسكت، إذن ليش هذا التعدي على حقوق ومسؤوليات الآخرين؟ ليش ما نصير دولة عصرية؟ لأنه يا أستاذ نجم ما يطرح غير الواقع، ما يطرح إن جميل إنه الكل قلوب مصافية وتقعد واجتمع تعالوا في إدارة الدولة، والواقع الآن هاي قدامك الخريطة السياسية بالعراق، واقع كردستان السياسي وأطرافه، واقع الواجهة السياسية السنية، واقع الواجهة السياسية الشيعية اللي راح ستصبح كذا جهة إذا صارت انتخابات مجلس محافظات. ليش؟ لأنه لازال عقل التحكم بالمصلحة الضيقة هو السائد. عندي أنا وزراء صارت مجلس نواب، زين أنت عندي كتلة أنا وعندنا وزراء 12 وزير يستطيعون أن يعطلون كل شيء، ووزارة المالية من الإطار، رئيس الوزراء أصلا رشح الإطار، أنتم تثيرون هاي المشكلة بالموازنة. زين أنتم وزراءكم مقروها قلتوا المفرضتوا عليهم، قلتوا لهم أنت تقراها وتجي يمي قبل ما توقع، تفهم الكتلة وتقعد الكتلة وتستوعب اللي يصير، كما الآن راح تتكرر قانون مراجعة قانون العفو العام، المراجعة لله راح نفس المشكلة راح نمر بيها، نفس العملية صارت. أنتم بدها تكرر أخطاء مرعبة، أخطاء حتى عيب يعني حتى على صعيد اجتماعي، عشيرة من تقعد بتخرج باتفاق، أنت من تقعد الآن يا بتعاير كتلتي هذه وهذا اتفقنا عليه بالتحالف الثلاثي إدارة الدولة نعم. وبالقوة شكلنا الحكومة، ما من حق أي واحد أن يثير لي مشكلة. راح نقول أكو مستقلين، لا أكو أوراق خاصة سرية تبعث للنائب، وأنا أتكلم بمسؤولية ثير هاي المشكلة الآن شو تريدون هسه يصير المراجعة مصيبة؟ لو أنت سكتون على صفحة وتخلونا ندعم هاي الحكومة وأكو تفاؤل بيها وقريت الموازنة واليوم مقعد رئاسة الجمهورية على الموازنة، خل تشتغل الحكومة بأريحية والقضاء يتحمل مسؤولية رؤيته. زين أقدر أقول بصيغة السؤال لقانون العفو العام يا دكتور خالد، أنا أشيع بالشارع أقدر أقول بصيغة نعم. السؤال هذا الذي أنت تشكل عليه وتنتقده بشدة أنه هاي الدولة نعم. ما بها رأس شبير، كل من يقول لك أنا وما بعدي يأخذه الطوفان. لا لا يا ريت لو عمي له 4 رؤوس كبيرة وبس كون متوالفة ما نريد بس رأس هسه بس نريد نفهم الصيغة ده تجري ليش كل شيء مشكلة إلما نتعاتب يعني ويا من كمواطن أنا أريد الحكومة تمشي هسه الآن حتى الآن أنا ولو يعني هذه الجانبية حتى مسائل الانتخابات عمي عندنا هدوء سياسي وهدوء أمني والله راح تفجر الانتخابات وما راح نحافظ عليه وراح نعيق مسيرة الحكومة وأنا وياك أستاذ نجم راح نشوف ما يصير لو احنا وصلنا لمرحلة نقمة شعبية شلون تحتووها.